5 مليارات شخص حول العالم سيموتون إذا ما اندلعت حرب نووية بين الولايات المتحدة وروسيا. عدد الموتى قد يتضاعف بسبب الآثار على المناخ والزراعة، إذ يمكن للعاصفة النارية الناتجة عن انفجار نووي أن تطلق سخاماً في الغلاف الجوي العلوي، مما يحجب الشمس ليحدث تلفاً عالمياً للمحاصيل، فتنهار الزراعة حول العالم وكذلك الاستيراد والتصدير. 9 دول تسيطر اليوم على أكثر من 13,000 سلاح نووي، ولكن ليس كل حديث عن استخدام للسلاح النووي يعني إبادة البشرية، إذ إنه على عكس الأسلحة النووية الاستراتيجية التي توضع على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ثمة أسلحة نووية تكتيكية محدودة التأثير يمكن إطلاقها من قذيفة هاون أو حتى تفجيرها مثل الألغام. وقد صممت هذه الأسلحة منخفضة القوة لإحداث انفجار وتدمير صغير التأثير نسبياً ضد تشكيلات القوات أو الدبابات أو المنشآت العسكرية وكذلك المخابئ. ابتكار أسلحة نووية أصغر وأقل تدميراً على عكس ما يظنه البعض سيكون أكثر فتكاً وأعلى صوتاً، فضررها الأقل سوف يبيح استسهال الدول اللجوء إليها وفرض ميزان ردع أقوى. وبغض النظر عن المهمة العسكرية والأهداف السياسية التي يستخدم لأجلها السلاح النووي التكتيكي، إلا أن النتيجة واحدة: مجاهرة بالاستعداد لقتل الكثير من المدنيين والأبرياء.